طبعا الجسر يلي ربط بين الثقافة الشعرية، كان الشعر هو اللي ربط بين الثقافة الشعرية الإماراتية والثقافة الفرنسية بالفعالية يلي نظمتها المدرسة الفرنسية الدولية بدبي. التفاصيل بتقرير للزميلة عهد ياقوت. من الإمارات أرض الحضارات، من دبي مدينة المال والأعمال، إلى باريس عاصمة الجمال والنور، جسر من المحبة والتواصل، روابط من العلم والمعرفة، هكذا كانت الصورة. وفي قلب البرواز تظهر المدرسة الفرنسية الدولية جورج بومبيدو كسارية لنشر الثقافة بين طلابها من مختلف الجنسيات، ليتعرفوا أكثر عن الإمارات البلد المستضيف، ويزوروا المعالم والشواهد، ليقفوا عند الإنسان والتاريخ، الأرض والتراب، الثقافة والحضارة. اهتمامنا بالمواهب الشعرية والأدبية من خلال المدرسة، من خلال طلابنا مواهبهم الشعرية، وكذلك تشجيعا منا وتقديرا منا للفنانين والمبدعين الإماراتيين وتحفيزنا لهم كذلك، وأكيد أكيد الاكتشاف الموروث الإماراتي. معروف أن الإنسان ابن بيئته، يحن إلى رائحة التراب. للشعر مكانة خاصة في نفوس أهل الإمارات، وهنا كانت الكلمات حاضرة في ساحات العلم والمعرفة وتبادل المفردات والكلمات. بالنسبة لبداية الشعر كانت هي من صف الثاني الإعدادي، هي كبداية أولى، لكن مع الزمن في الثانوية بداية الجامعة كانت في كلها مراحل لتطوير الشعر والاستمرار في الكتابة. المستفيد الأكبر من هذه التجربة بطبيعة الحال هم طلاب العلم في مشهد يجسد طبيعة العلاقة ما بين الطرفين. أولاً أردت أن أقول أني سعيدة جداً بحضور الشعر في مدرستنا، كانت تجربة مفيدة لنا كلنا كطلاب، استفدت كثيراً، تعلمت أشياء جديدة عن الشعر العربي خصيصاً. كانت تجربة جيدة جداً، وكان جيد جداً يعني أن نتكلم مع شاعر هكذا in life، أن نسأله الأسئلة الذي أردنا وكل شيء. صراحة كانت تجربة حلوة، وشكرا جدا للشاعر المجيد. يعني صراحة أحب أن أسمع عشان في معاني حلوة، بس ما أظنش أن عندي الموهبة الكفاية عشان أكتب شعر. دبي تختصر الدنيا بروعتها، وتنتشي عندها أحلام وآفاق. بهذه المعطيات توقفنا عند القلم والكلمة، فكانت قيمة الجائزة معنوية أكثر عن كونها حسية.